مرحبا أصدقائي، وياكم حارة المهندس. رجعنا اليوم ياكم بعرض لا يفوت، شقة في بناء جديد صفر، غرفتين ومصالون، بسعر شقة غرفتنا ومصالون. طبعا أكيد السعر راح أذكره في نهاية هذا الفيديو. شقة اللي عندنا اليوم فيها منظر على البحر على قلعة مدينة ألانيا في منطقة محمود لار، على بعد فقط 150 متر عن البحر، على بعد فقط 50 متر من شارع بربروس التجاري اللي فيه كل الخدمات، في منطقة كلها بنايات جديدة عن سنتر مدينة ألانيا 11 كيلومتر. شقة مالتنا مساحة تقريبا 80 متر، في الطابق التاسع غرفتين ومصالون، بالكونيين وحمام واحد. الشقة صفر، غير مستخدمة، غير مؤثثة، فيها فقط كهربائيات اللي هي الأضوية، كذلك جهاز التسخين المياه. طبعا هذه الشقة في مجمع من بناء شركة سونمنز. الشقة فيها كافة الخدمات ما عدا المسبح الداخلي، فيها جراج سيارات، مولد، فيها أيضا مسبح خارجي، فيها صالة رشاقة، فيها حدائق. ومثل ما ذكرنا الشقة سعرها جدا ممتاز، راح أذكرها في نهاية هذا الفيديو، راح نفوت نشوف كل تفاصيل. خليكم ويانا في هذا الفيديو، ابقوا ويانا. أمامنا البناية اللي فيها الشقة، طبعا مباشرة هذا هو شارع بربروس، البناية الثانية عن شارع بربروس. راح نفوت نشوفها ونشوف تفاصيلها. هذا المجمع يتكون من مجمعين بنائين، هذا البلوك A. الشقة مالتنا راح تكون هذه هنا في الطابق التاسع. طبعا هنا يوجد مدخل مثل ما نشوف، درج، وأيضا كذلك للعجلات يوجد مدرج آخر. هذه هنا المولدة موجودة، وهناك عندنا جراج السيارات، ومن هذه الجهة المسبح مالتنا. هنا طبعا حدائق البناء. لحد الآن فيه بعض الشغلات اللي دي يكملوها لأنه صفر هسه تم تسليم البناء، لكن تقدرون تقعدون بالشقق، شقق فيها كهرباء. طبعا هذا هو المسبح هنا مثل ما نشوف أمامنا، مسبح كبير. هذا هو البناء الثاني للشركة، وهناك راح تصير منطقة جلوس. هنا عندنا طبعا صالة الرشاقة موجودة، طبعا ايضا يوجد ساونا، وهذا هو امامنا المسبح، مسبح كبير جدا. وهنا عندنا، نجي من هذا الطرف شوفكم، هذا هو جراج السيارات اللي تشوفوه امامنا، يكون مشترك بين البنايتين. هسه راح نصعد للشقة مالتنا اللي هي في الطابق الثامن، ابقوا ويانا في هذا الفيديو. هاي احنا هسه في الطابق التاسع اللي فيه الشقة. طبعا هذه الشقة امامنا، في كل طابق يوجد 7 شقق. راح ندخل الى الشقة، غرفتين نوم وصالون. تقسيم مالتنا راح يكون على اليمين عندنا الصالون والمطبخ الامريكي، غرفة نوم اولى ثانية وحمام واحد. طبعا على اليسار اول ما ندخل هذا هو الحمام الرئيسي في الشقة. الشقة مفتوحة، فيها الكهرباء، الماء، فيها ايضا هيتر للماء موجود هنا مثل ما نشوف امامنا. وعلى اليمين عندنا الصالون، هذا هو الصالون، مدخل الصالون مع مطبخ امريكي، هذا هو المطبخ، وايضا هذه هي مساحة الصالون، يعني مساحة لا بأس بها. طبعا الشقة مساحتها 80 متر، وهنا يوجد بالكون ممكن بكل سهولة هذا ينفتح ويتغلف البالكون وتصير هذه مساحة إضافية هي الشقة. طبعا هنا عندنا منظر على القلعة وعلى البحر، وهذه المنطقة اللي أمامنا تكون مفتوحة، هذا بارك ألعاب، فما راح يصير أي بناء هنا. من هذه الجهة عندنا منظر على الجبال، هذا هو شارع بربروس. طبعا هذه المنطقة حيوية جدا، هذا هو الميغروس، ماركة التسوق الميغروس إذا لاحظ أمامنا، يعني حيوية جدا المنطقة. هذا هو مدخل البناية من هذه الجهة، وهنا ايضا جراج للسيارات اذا نشوف. طبعا خلونا نكمل باقي الشقه. مثل ما ذكرت لكم هذا ممكن بكل سهوله ينشال وتتكبر الصاله تصير اكبر. عندنا هنا غرفه نوم اولى، هذه غرفه النوم الاولى، وغرفه النوم ايضا فيها منظر على البحر على القلعه. وعندنا
هذه غرفة النوم الثانية، غرفة النوم الرئيسية مع البالكون. وأيضا ممكن ينفتح البالكون مع الغرفة وتصير غرفة نوم أو يعني مساحة. شفنا تفاصيل هذه الشقة، خلونا نتكلم عن التفاصيل الباقية أخوينا في هذا الفيديو. ومثل ما شفنا أصدقائي في عرض اليوم، شقة صفر لم تسكن من قبل في الطابق التاسع، غرفتين ومصالون بمساحة 80 متر، منظر على البحر والقلعة، وعلى بعد فقط 150 متر من البحر في منطقة محمود لار، على بعد 11 كيلومتر من سنتر مدينة ألانيا. طبعا هذه البناية من إنشاءات شركة سولمنز، موجود بها مسبح خارجي، فيها جراج سيارات، فتنس، ساونا، حدائق. ومثل ما ذكرت سعر هذه الشقة هو بسعر شقة غرفة نوم وصالون في هذه المنطقة، واللي هو فقط 145 ألف يورو، يعتبر سعر جدا ممتاز. اتمنى ان شاء الله يا رب يعجبكم هذا الفيديو. اي سؤال استفسار عندكم تواصلوا على الارقام الموجوده على الشاشه، وان شاء الله يا رب نشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.